يا صباح الفل على كل مشاهدينا مشاهدين قناه الصحه والجمال في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم القهوه. اهلا بيكم وان شاء الله يكون صباح حلو وصباح زي العسل عليكم وعلينا وعلى كل المصريين ان شاء الله. زي ما احنا متعودين هنبدا فقرتنا كده بنبذه مختصره عن صفه معينه احنا هنتكلم فيها مع بعض، وبعد كده هنبدا فقرات البرنامج. حبيت اتكلم معاكم النهارده في في في, في صفه معينه يعني قلما وجدت في في في, في المجتمع المصري في, 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 في ايامنا دي. النهارده حبيت اتكلم معاكم على جبر الخواطر. جبر الخواطر سمة وصفة بقت صعب قوي تلاقيها موجودة، يعني أسبابها إيه دوافعها إيه، برغم أنها كانت موجودة والناس قلبها على قلب بعض، الناس بتدور على بعضها بتسأل على بعضها بتسند بعضها. مش شرط أن أنا أكون أخوك أو أبوك أو صاحبك أو قريبك عشان أبقى موجود معاك وأكبر بخاطرك وأقف معاك وأسندك والكلام ده. زمان كانت القصة يعني حتى لو مجرد معرفة عادية أو أسمع أن جاري اللي ساكن في المكان الفلاني عنده أزمة أو عنده مشكلة أو عنده موقف، بتلاقي على طول الناس راحت ووقفت وعملت الواجب وزيادة كمان. في الفترات دي أو في الفترة الأخيرة لقينا أن الموضوع مختلف، لقينا أن, إن, 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 إن الناس كل واحد بيدور بس على نفسه، كل واحد بيدور على مصلحته، كل واحد بيشوف مصلحته فين وبيعملها بغض النظر المصلحة دي على حساب مين وهتأذيه ازاي ولا هتجرحه ازاي او هتتعبه ازاي. القصة بقت بالنسبة لنا دلوقتي مصلحة بحتة. جبر الخواطر حاجة يعني ملكة ربنا سبحانه وتعالى بيزرعها في قلوب ناس معينة هو اختارها واصطفاها. جبر الخاطر ان انا اقابلك، ان انا حتى ما اكونش اعرفك ولاقيك مثلا زعلان، اطيب خاطرك، طيب خاطري بكلمه، بتطيب خاطري بموقف، بتطيب خاطري بطريقه معينه. مش شرط جبر الخواطر ان انا اقف واعمل مواقف واسندك واعمل اللي ما يتعملش. والله جبر الخواطر لو بكلمه هتلاقيها سندت معايا معنويا، حتى يعني حتى على الجانب المعنوي هتلاقي نفسيا نفسيتي انا استريحت، اطمنت ان في حد ممكن يقف جنبي يقول لي كلمه طيب بخاطري. اكون في ازمه كبيره وابص الاقي حد جاي لي كده بيقول لي ومعرفوش، او ممكن معرفت بيه طفيفه او خفيفه، يجي يقول لي ما تزعلش، معلش، ده ان شاء الله خير، وان شاء الله بكلمتين بالطيب خاطر اللي قدامك بيفرقوا معاه جدا جدا جدا. لكن للاسف احنا في الفتره الاخيره او في السنين الاخيره بصينا يعني عملنا زي احصائيه بسيطه كده، لقينا معظم الـ العلاقات بتتبني على المصالح. انا بعرفك عشان ليه عندك مصلحه، حضرتك بتعرفني عشان ليه عندك عشان ليك عندي مصلحه، انا بعرف فلان عشان كذا، فلان بيعرف مش عارف عشان كذا. مفيش حاجه بتتبني على شكل يعني زي ما بيقول والله انا بحبك في الله يا اخي، يعني بحبك في الله يعني مش عايز منك حاجة أو ما بطلبش منك حاجة أو مش مستني منك حاجة. أنا بحبك في الله إن أنت ممكن تسأل عليا أسأل عليك، نطيب خاطر بعض، نسند بعض بشكل معنوي. في ناس بتكون فاهمة إن جبر الخواطر أو مساندة في المواقف بتكون بشكل مثلا أساعدك بشكل مادي أو أساعدك بشكل في حاجة معينة. لا، انت لو جيت لي وقلت لي يعني طبطبت عليا كده وقلت لي معلش والامور كذا وهيحصل كذا وان شاء الله خير، انا عندي بالنسبة لي بالدنيا ان انت سألت عليا دورت عليا. في حد دلوقتي بيكون في جفاء بين الاخوة، مفيش جبر خواطر، جفاء بين الازواج، جفاء بين الاصحاب، جفاء بين الاقارب. يعني في حالات جفاء واحد ممكن يكفى ويقسو على والده أو والدته. والله فعلا يعني في حالات معينة بتلاقيها واحد ممكن يقسو ويعمل قطيعة مع والده أو والدته. فما بقاش مستغرب دلوقتي إن احنا نشوف حد ما بيسألش على صاحبه ولا ما يسألش على 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 قريبه ولا ما يسألش على حد. الصفة بصراحة دي حبيت أكلمكم فيها دلوقتي عشان نعرف يعني كم الـ 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 القسوة اللي بقت موجودة في المجتمع في الوقت الحالي. إن شاء الله نتمنى أن الـ 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 الصفة دي تتلاشى وتختفي من مجتمعنا، لأن احنا مش دي طبيعتنا ولا دي أخلاقنا.
حبيت ادردش معاكم اصبح عليكم في الاول، وخلينا نروح لفاصل ونرجع عشان نبدا اولى فقراتنا من برنامجكم القهوه. استنونا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نبدا اولى فقراتنا النهارده. حبينا النهارده ندردش في حاجه مهمه جدا، هي السياحه. السياحه مصر احنا عارفين ان بلدنا مشهوره جدا بالسياحه والاماكن السياحيه والمجالات السياحيه المختلفه جدا، سواء على مستوى الاماكن او حتى على مستوى الاكلات. النهارده حابب ارحب بضيفكم وضيفي استاذ احمد عبعال، مدرس السياحه والفنادق. اهلا بحضرتك الشيف يوسف مجدي. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. بدايه حابب ارحب بيكم في برنامجكم القهوه. تاني حاجه عايز اعرف بس استاذ احمد، حضرتك بدات ايه اللي جذبك في المجال وبداته ازاي؟ حضرتك وانا صغير كنت حابب مجال التدريس، فطبعا مجموعي ما اسعفنيش قوي ان انا اخش كليه التربيه، فدخلت سياحه وفنادق. فبعد ما خلصت جات لي الفرصه ان انا اشتغل مدرس، لقيت ان في فرصه ان انا ابقى مدرس سياحه وفنادق. فقدمت في كليه التربيه، خدت دبلوم التربوي وابتديت اشتغل في مجال السياحه والفنادق. بعد فتره طبعا من المجال حبيت بقى اشتغل في مجالي، يعني اللي هو بقى مجال السياحه والفنادق والمطاعم وكده، فابتديت اعمل مطعم، اخد مثلا كافيه كده مثلا، اخد المطعم جواه وابتديت اشتغل في المجال واعمل مطاعم. وربنا اسعدني كده في فتره بعد طبعا ازمه كورونا، كنت وقفت شويه فقابلت الشيف يوسف ولقيته ان هو شاب طموح وعنده طموحات ان هو يكبر وكده، فقلت له طب يلا نبدا مع بعض ونعمل حاجه. وابتدينا نعمل المطعم بتاعنا اللي هو ام دوت جو. وابتدينا بقى لنا فتره كده وربنا يكرم باذن الله. يعني باذن الله. ازيك يا شيف؟ ازيك يا باشمهندس؟ اخبار الاكلات ايه؟ كله زي الفل. كله تمام؟ تمام. انا ملاحظ ان هو برغم يعني سنك صغير، يعني نادرا لما الاقي شيف صغير في السن ويروح يخترق المجال ده. لازم انا اعرف ان الشيفات بقى لازم واحد حد يكون كبير وكبير ولف وعمل. قول لي يعني بدات ازاي معاك؟ بص انا كنت بادئ في المجال دوت كشغل، بس مع الوقت انا حبيت شغلي، حبيت المجال، حبيت ان اتعلم، اتعلمت خلاص بقى زي اي شيف خالص، خدت الخبره كلها. بدات اشتغل ان انا اكسب خبره الاداره. حلو. ان انا اعرف ادير، وبالحمد لله يعني بفضل ربنا اكتسبتها. بقى عندي اداره بقيت افهم فيها كويس، لدرجه ان انا بدات مثلا افتح مكان لحالي اللي هو اشتغل فيه، يعني مطعم خصوص ليا، وبدات بقى اطور فيه. حلو جدا. مجالك او انتهاجك لمهنه الطبخ هوايه؟ هوايه، واخدها هوايه. بحب شغلي، بحب الطبخ، بحب ابدع. يعني انا واخد الموضوع من الاول لحد دلوقتي كهوايه. حلو. يعني هو الفكره دلوقتي ان الواحد قبل ما ينتهك حاجه، انت بتقول للشباب قبل ما تنتهك حاجه حبها بالظبط عشان تقدر تبدع فيها. بالظبط كده. طيب احنا هنرجع للاكلات تاني ونشوف الدنيا عندك ماشيه ازاي وهتاكلنا ايه، لكن نروح لك تاني يا استاذ احمد. الدمج من التطبيق، من النظريه، من الجانب النظري اللي حضرتك درسته للجانب العملي اللي انت انتهكته، عملت ميكس ازاي وبداته ازاي، عملت ايه؟ هو حضرتك طبعا بالنسبه لعمليات الدمج، انا طبعا لازم الواحد ياخد الخبره، الخبره سواء الجامعيه او خبره المدارس او السياحه والفنادق عموما ما بتديش الخبره الكافيه. لازم الواحد ينزل يشتغل في المجال نفسه بايده، في مطاعم، في فنادق كبيره، عشان يقدر ياخد الخبره. حلو. لكن ما ينفعش مثلا ان انا درست بس نظري في المدرسه وتعلمت حاجات بسيطه انزل ابتدي اقول انا هشتغل او اعمل مطعم او لا. لازم الاول اخد الخبره الكافيه في المجال بحيث ان انا اقدر اطور. فلو في مثلا اي طالب مثلا عاوز يفتح مشروع مثلا مطعم وحابب مثلا يكبر في المجال دوت، لازم وهو في فتره الدراسه ينزل يتدرب كتير في المطاعم وياخد الخبره، يمارس يمارس بنفسه. في مثلا حاجه تانية مقوله مثلا بتقول، في ناس مثلا بتحب مثلا ان هي يقول لك مثلا ممكن اشتغل بفلوسي اتعلم في فلوسي او اتعلم في فلوس الغير. اتعلم في فلوس يعني هو معاه فلوس مثلا بعد ما يتخرج يبتدي يعمل مطعم او حاجه ويجيب معاه شيف بقى ويبتدي يتعلم معاه. بس دي بتبقى فيها ريسك شويه، يعني فيها مخاطره. حلو. كتيره، لو ممكن يخسر في الاول كذا مره. لكن الافضل ان هو يتدرب في فنادق كبيره، ياخد الخبره، ينزل السوق ياخد الخبره، بعد كده يبتدي يروح يفتح زي ما يوسف مثلا عمل كده، اتدرب الاول
وابتدى بعد كده ايه يشتغل بقى ويفتح لنفسه. بس الاول لازم ياخد الخبره في مجال المطاعم والفنادق بالزبط. يعني لازم ينزل يتعلم من يبداها من الصفر لغايه ما يكبر سنه سنتين ثلاثه، وبعد كده يبتدي يفتح بقى لنفسه حاجه في المجال يستقل ده يستقل بقى ويعمل بيزنس خاص بيه. تمام، بس يكون شرب الموضوع، خد الخبره الكافيه عشان الموضوع. اهم حاجه في الموضوع متهيألي كده بيكون معدل الريسك يكون اقل بكتير. يعني هو خلاص خد الخبره الكافيه، فهيبقى المعدل الريسك قليل بكتير جدا. حلو جدا. انت يعني برغم سنك صغير، بس ده بس زي ما قلت لك في بدايه كلامي معاك انك انت اخترقت القصه بدري بدري. ايه اصعب موقف ممكن تكون قابلته في الـ في الـ في الـ في مجالك ده، وايه اللي بيميزك انت عن شيف تاني عن تالت عن رابع؟ بص، انا اتعلمت كل حاجه في الطبخ، بقيت بعمل اي اكل اي شيف بيعمله. خلاص مبقاش في فرق خالص بيني وبين اي حد تاني. كويس. فحبيت ان انا ابص لقدام، حبيت ان اطلع السلم بس درجه درجه، الدرجه درجه ديت افكار جديده بتتطبق. حبيت ان انا ابدا اطلع مثلا الموهبه اللي جوايا واكتشف. حلو. عاوز اطلع حاجه مختلفه عن بقيه الناس كلها. كويس. عاوز اطلع، انا دلوقتي بقالي 4 شهور تمام، يعني ده اصعب موقف مريت بيه في حياتي. 4 شهور بالظبط انا قررت اخترع صوص جديد. صوص جديد. تمام. قعدت اول شهر فشلت فيه، تاني شهر نفس الكلام، تالت شهر نفس الكلام. الشهر الرابع دوت يعني الحمد لله ناقص بس على حاجات بسيطه، وهيروح وزاره الصحه ويتسجل وينزل السوق ويتباع كل حاجه باسمك. هنشغل باسمي. طب ايه يعني هو ايه؟ هي صوص مختلف شويه كده، بيتحط زي طعم على الساندوتش مثلا. حلو. بيدي طعم مختلف خالص. الطعم المختلف خالص ده اللي بيميزني عن المنتج اللي انا ببيعه للزبون عن بيت الناس كلها. كويس. يعني بمعنى اصح انا بطلع يعني هو في جديد، يعني هي فيها كطعم مختلف عن الموجود في السوق دلوقتي كده. ده في حاجه في تاتشايه مختلفه بتميزه يعني. مختلف تماما. بس ف كويس والله. فالحمد لله يعني بعد فضل ربنا اولا وفضل دعاء ابويا وامي، ربنا الحمد لله كرمني وناس بس حاجات بسيطه كده. والصوص بتاعي يروح لوزاره الصحه ويسجل باسمي. تمام. وينزل السوق باذن الله. وقبل ما ينزل السوق احنا برضو بنطور انا واستاذ احمد على كام فكره تانيين بنبدا نشتغل عليهم، بحيث ان احنا الناس كلها فاتحه مطاعم، الناس كلها بتقلد بعض، الناس كلها بتبيع كل حاجه. طب احنا عايزين ننجح. النجاح دوت مش زي ما انت فاكر، مش وليد صدفه. طبعا لازم نتعب شويه عشان نلاقي. طبع. لازم نجتهد وهكذا. بس فالحمد لله بدانا خطوه كويسه، تعبنا شويه بس ربنا كرمنا في الاخر. ومكملين في طريق النجاح باذن الله. حلو موضوع السوس ده. اول ما اول دي فكره من ضمن افكار كتير، يعني فكره خدت معايا وقت شويه من ضمن افكار كتير. حلو. ان شاء الله باذن الله مجرد ما يخلص حصريا هنا هيبقى موجود. بس هنجرب على مين بقى؟ احنا هنشوف اكيد. طيب استاذ احمد، يعني المجال السياحي في مصر حصلت له كذا انتكاسه في الفترات اللي فاتت، في على مدار كام سنه عدوا حصلت فيه انتكاسه. من وجهه نظرك كراجل متخصص في المجال السياحي، ايه سبل ان احنا ننهض ونطور وننعش الحركه السياحيه؟ وطبعا بعد الازمه اللي احنا فيها، ازمه كورونا ديت، فاحنا محتاجين نبتدي من دلوقتي نعمل دعايه كويسه جدا. يعني ما استناش لما الازمه تخلص ونبتدي نعمل دعايه، لا، من الوقت الحالي نبتدي نعمل دعايه جامده. ماشي. ونفتح في مجالات مع دول تانية، يعني نفتح سياحه مع دول تانية. احنا مثلا مركزين على كام دوله، فلما حصلت ازمه روسيا احنا وقفنا عشان كنا معتمدين على كام دوله، لا احنا عاوزين نفتح في مع دول كتير قوي ونعمل دعايه جامده ودعايه بافكار جديده، مش لازم نعتمد على الفكر القديم، لا نحاول نفتح حاجه جديده. كان في حاجه اتعملت قبل كده بس وقفت بقالها فتره كبيره وفكره حلوه وجميله، ان احنا نعمل مثلا اول ما نبدا مثلا ونفتح مجال السياحه تاني والسياحه تشتغل، نعمل رحله بطول النيل كله من اوله لاخره، ان الناس تنزل في كل منطقه وهي واخده مثلا يخت او مركب في النيل سياحي، وتنزل في كل منطقه تزور المعالم السياحيه. نجيب النيل من الفترات اللي فاتت كانوا يعني الدوله اشتغلت على موضوع السياحه الداخليه اكتر، يعني لما قفلت موضوع طيران وحركه كورونا وبتاع والقصه بتاعت كورونا. كان برضو كانوا عاملين حاجه كويسه جدا، وكانوا عاملين مبادره واسعار رخيصه للمصريين عشان يشجعوا المصريين ان هم يسافروا. يا ريت نكررها تاني في الوقت الحالي، برضو نشجع المصريين لان المصريين بيحبوا السفر عموما. تمام. فاحنا لو شجعناهم برضو باسعار رخيصه باسعار كويسه مناسبه تقدر كل الفئات تسافر، فده هيشجع السياحه برضو. حلو. مع الاهتمام برضو بالسياحه الخارجيه، دي مهمه جدا. حلو قوي.
في نبذة سريعة كده ال 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 الإجراءات هناخد دي كده الإجراءات الاحترازية اللي ممكن تتاخد حضراتكم تاخدوها في شغلكم وضعها عامل ازاي، وهناخد في نص دقيقة كمان المبادرة اللي حضرتك عاملها بتاعت الطالب السياحي وكيفية النهوض بيه. قول لي. بص، هي الإجراءات الاحترازية عامة قبل فترة كورونا كانت اسمها إجراءات مهنية. ماشي. ديت اللي المطاعم كلها شغالة فيها، اللي هي نظافة الاستاف أولا. ماشي. نظافة المطعم، نظافة المطبخ، تمام؟ ماشي. بعد فترة كورونا احتاجنا إن احنا نحافظ على تعقيم المطبخ بالكامل. ماشي. بنعمل لنفسينا إجراءات احترازية كنفسنا احنا عشان نقدر نحافظ على العميل، نعرف نطلع له مثلا منتج ما فيهوش أي أضرار خالص. بس فبالتالي لازم نهتم شويه بنظافه المطعم وهكذا. تمام تمام. المبادره على طول. انا والله كان من خلال دراستي يعني في وشغلي في مدارس السياحه والفنادق جات لي فكره ان انا عاوز اطور التعليم الفندقي. ان انا اخلي الطالب يطلع يتاهل يبقى مؤهل لسوق العمل، مش مؤهل لسوق العمل بس ان هو يطلع يشتغل في مجال السياحه والفنادق فقط، يعني مثلا يطلع يشتغل في مطاعم فقط، لا يطلع يشتغل في مطاعم، في شركات سياحه، في الطيران، مثلا السياحه واقفه يقدر يشتغل في اي مجال تاني مثلا غير مجال السياحه والفنادق. طب يعني ده هيتم ازاي مثلا او من خلال ايه؟ عاوزين مساعده الوزاره بقى، الوزاره تتدخل معايا مثلا وتخليني اطبق الفكره اللي انا عاوزها اللي هي تاهل طالب يبقى مؤهل لسوق العمل في كل شيء، يعني هنعمل اكتر من كذا حاجه. حلو جدا. هتساعد الطالب وهو في اثناء الدراسه الثلاث سنين في مثلا في السياحه والفنادق ان هو يقدر يبقى طالب مؤهل للعمل، اي شركه او اي فندق او اي مطعم هياخده مباشره، يعني بعد ما يروح لهم كده هيلاقي عنده الخبره الكافيه، الولد ده عنده خبره كافيه. طيب. حلو جدا. مش كل الناس هتستجيب مثلا للفكره ان انا اهل طالب انه يبقى مؤهل لسوق العمل، لان في طلبه قدراتها التعليميه ضعيفه، يعني الفكره اللي انا عاوز اعملها اطبقها ممكن ما تمشيش مع كل الطلب. طب انا برضو مش عاوز اسيب الطالب ده ينحرف يعني في جزء تاني، فهساعده انمله المواهب اللي عنده، عنده موهبه مثلا رياضه، موهبه غناء، موهبه رسم، موهبه اي حاجه، اقدر اساعده برضو ان هو يتجه ليها في خلال الثلاث سنين اللي هو فيهم في الدراسه، لان الطالب بيبقى جاي مثلا من المدارس الاعداديه بيبقى مثلا مستواه ضعيف، بيبقى مثلا محتاج شغل. حلو جدا. دي نبذة بسيطة عن المبادرة، ان شاء الله هنكملها في الحلقات الجاية لان هي حاجة مهمة جدا جدا جدا، ومبادرة يعني في منتهى الأهمية، هنكملها ان شاء الله لان احنا حبينا ندي للسادة المشاهدين بس نبذة بسيطة. بنشكر استاذ احمد عبد العال استاذ السياحة والفنادق. بشكر حضرتك شيف، شرفتونا. شرفتونا. وعلى اللقاء ان شاء الله في فقرات جاية كتير. هنطلع لفاصل بسرعة ونرجع نكمل فقرات، نستنونا.